أبناءنا التلاميذ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فسحة معرفية أخرى نؤثثها بشرحي نص اقتطف من مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر لكاتبها المسرحي سعد الله ونوس ويتنزل النصاني ضمن مرحلة في الفعل المسرحي تسمى مرحلة العقدة أو ذروتي. عنون النص الأول بقضية حياة أو موت وعنون النص الثاني ب أساس الحكم واختيارنا لتأثيث هذه الحصة بنصين اثنين مرده أنهما يمثلان وجهان لعملة واحدة ف النص الأول يمثل طرف الصراع الأول وهو الوزير في حين يمثل النص الثاني طرف الصراع الثاني وهو الخليفة وهما سببان من أسباب الهزيمة أي هزيمة الخامس من حزيران لسنة 67 و900 وألف وقد كنا في حصص سابقة أشرنا أو أشرنا إلى سببين آخرين إذا السبب الأول هما هو العامة المستسلمة الخاضعة الخانعة، ثم السبب الثاني هو الفئة الانتهازية الوصولية، ونواصل من خلال هذه الحصة إذا الوقوف على أسباب هذه الهزيمة من خلال مقاربة هذين النصين. ارتأينا خطة عمل لهذه الحصة تنهض على مراحل ثلاث تبدأ بقراءة للنصين ثم نعقبها بشرح مفصل لهما طبعا يتطلب منا ذلك تأطيرا للنصين ثم تحديد موضوع لهما فتفكيك النصوص الى مقاطعها ووحداتها الفرعيه ان اقتضى الامر ذلك مرورا بالشرح المفصل لهذه المقاطع والوحدات انتهاء عند تقويم شامل للنصين سوية. ننتقل أبنائي التلاميذ إلى قراءة النص الأولي وقد ورد مثبتا طي الصفحات التاسعة والثمانين والمئتين و الثانية والتسعين والمئتين وقد عنونا كما قلت سابقا بقضية حياة أو موت النص الأول الشخصيات الحكوات والزبائن إذا ركح الحاضر الوزير عبد اللطيف ويجسدان ركح الماضي الإطار المكاني المقهى إذا وهو الركح الخارجي ديوان الوزير إذا وهو الركح الداخلي الزمان ليل في قديم الزمان التقديم على الركح الأول يواصل الحكوات حديثة عن المملوك جابر وعلى الركح الثاني ركح التاريخ ينهمك ممثلون في وضع ديكور يمثل ديوان الوزير وما إن ينته حتى يظهر الوزير وصاحبه عبد اللطيف وقد سكت الحكوات ويواصلانهما الحوار لوضع خطة تطيح بالخليفة وهي الفكرة التي يحاول الكاتب المسرحي أن يبرهن عليها بالأحداث والأشخاص الذين سيجسمونها الحكوات والمملوك جابر ذكي وذكاؤه وقاد لمح الفرصة توات فانقض عليها بلا تراخ يؤمن أن الفرصة, الفرصة, قد لا تأتي مرتين وسر الفطنة ألا تحتاج الفرصة مرتين وإن أسعفه الخيال صارت الأمان سهلة المنال، ماذا يعنيه ما يجري في بغداد ما دام هو الرابح في الختام؟ ونزل إلى أبواب المدينة مرات وعاد وأعمل الفكرة ونقب عن حيلة أو سر وجابر ذكي وذكاؤه وقاد إذا أكد ذهنه فهو لا ريب بالغ مراده ولم يزل في تفكير حتى وجد التدبير عندئذ أشرق وجهه بالسرور وطلب بالعجل الدخول على الوزير. خلال كلام الحكواتي توضع قطع ديكور تمثل ديوان الوزير قاعة فاخرة الرياش والأثاث يظهر في الديوان الوزير ومعه أحد أصحابه إنه عبد اللطيف أحد أمراء بغداد ذوي الغنى والنفوذ الوزير تجاوز الأربعين وهو بدين وفي تقاطيع وجهه لؤم قديم ومزمن منقبض الأسارير يمر في عينيه حقد كذيم يبدو شديد القلق والانفعال يجلس لحظة ثم ينهض بعصبية فيدور في أرجاء القاعة وبحركة لا إرادية يمد شفته السفلى فيتناول شعرة من شاربه يقذمها بأسنانه ثم يتف ومن حين لحين يخرج من جيب صدريته علبة نشوق فيتناول بين إصبعيه قليلا منها يدسه في فتحتي أنفه ويعطس نراه يفعل ذلك مرتين على الأقل قبل أن يدخل عليه الحارس عبد اللطيف والآخر لا يقل عصبية عن الوزير لكنه يحاول أن يتماسك في مقعده يدخل الحارس ويقترب من الوزير الحارس سيدي على الباب واحد من مماليككم يطلب المثول بين ايديكم الوزير ماذا يريد الحارس لم يفصح عن قصده لكنه يلح في مقابلتكم على انفراد الوزير بحركه ضجره ضاه ينتظر الحارس سمعا وطاعه ينسحب من الديوان الوزير وهو يدور قاضما شاربه باسنانه والان عبد اللطيف لنعترف انهم كسبوا نقطة لم يتخل لم يتخيل احد ان الخليفة سيتحرك بهذه السرعة الوزير بعنف اما انا فقد تخيلت منذ فترة وتحركات اخيه عبد الله تزداد وتتسع هو الدماغ الذي يدبر كل شيء اتصالات بكبار التجار رسائل الى الولايات اجتماعات سرية بالخليفة يتحول صوته سياحا كان ينبغي ان نتوقع ضربة مفاجئة على رؤوسنا عبد اللطيف هوت الضربة قبل ان نجد الفرصه لتوقعها الوزير كانت لدينا كل الفرصه ولو اصغيتم الي لما فقدنا المبادره عبد اللطيف من كان يعلم ان الاحداث ستجري بهذه السرعه الوزير لا لن تاتي الان لتقول لي من كان يعلم نبت الشعر على لساني وانا استحثكم كان واضحا انهم يريدون تصفيتي وتشتيت الامراء المؤيدين لي وانت على راسهم ذلك سبيلهم الوحيد كي ينفردوا بالحكم ويديروا الدفه على هواهم لا تقل لي من كان يعلم الاوراق مكشوفه حتى قبل انفجار الازمه الاولى ولولا ترددكم لابتلعهم ابليس قبل ان يجدوا الوقت لتطويقنا عبد اللطيف ليس سهلا أن تطلب غزوا أجنبيا دون تقدير جيد للموقف أنت تعرف ماذا يعني الجيش الغازي عندما ينتصر إنه خراب طائش قد تستحيل السيطرة عليه الوزير فماذا يهمنا بعد ذلك بالتأكيد سيكون هناك خراب لن يدخل الجيش بالدفوف والغناء ولن يوزع الورود والعطور هذه حرب سيقتلون ويخربون طبعا لن يبقى من ذرية الخليفة حي وستصبح قصوره خرائبا كما لن يوفر المدينة هي الأخرى سينهبونها على أي حال هذه ضريبة الانتصار أما نحن فماذا يخيفنا يأتون ليدعموا لنا السلطة فهل نطلب, فهل نطلب أفضل من ذلك عبد اللطيف المهم كان لابد من دراسة الظروف المحيطة بنا الوزير ليست الظروف المحيطة بنا لغزا مستعصيا الصراع واضح الأبعاد وأمامنا اختياران لا ثالث لهما إما أن نقبل تصفيتنا أو نطلب عونا خارجيا يحسب لنا الصراع عبد اللطيف انت نفسك تمهلت ووافقت على ان الامر يحتاج الى استعداد الوزير بالتاكيد كان ضروريا ان نضمن ولاء عدد من القواد وان نتخذ بعض الترتيبات كيف نغريهم بالغزو ان لم نضمن لهم النصر هنا عبد اللطيف على كل حال لا فائده الان من تبادلنا اللوم لقد حزمنا الراي في النهايه واجمعنا على ان تبعث الرساله الوزير يتناول نشوقا ويعطس نعم حزمنا الرأي عندما أفلتت من أيدينا المبادرة عبد قل لي هل تعتقد انهم اكتشفوا خطتنا ام هي مجرد احتياطات وقائيه؟ الوزير من المؤكد انهم يرتابون عند عند عبد الله جهاز من العملاء والمخبرين لا يستهان به. الم تلاحظ ان الفرقه التي استخدموها لاغلاق بغداد هي فرقه القصر التي يشرف عليها عبد الله بنفسه اي الفرقه التي ليس لنا فيها اعوان ربما لا يعرفون الخطه بتفاصيلها ولكن من المؤكد انهم يرتابون ويحتطون لكل احتمال. عبد اللطيف إذا كان إذا كانوا يعرفون حقا فسيعجلون إذا بالصدام وقد تكون تلك خطوتهم التالية. عفوا ومع ذلك من المفيد أن نتخذ بعض الاحتياطات هناك دائما مفاجآت غير محسوبة ومن يدري قد تستغل العامة هذه الظروف فتشعل نار الشغب حينئذ لا أحد يعرف كيف يتحول الموقف الوزير باحتقار العامة ومن يبالي بالعامة لا هؤلاء لا يثيرون أي مخاوف يكفي أن تلوح لهم بالعصا حتى يمح وتبتلعهم ظلمات بيوتهم عبد اللطيف وخطيب الجامع أي موقف سيتخذ في رأيك إذا شاء يستطيع أن يهيج العامة وأن يلعب دورا مؤثرا لا أكتمك أنا لست شديد الثقة به الوزير لا تخف أعرف خطيب الجامع أكثر منك إنه دقيق النظر وبعيد في حساباته لا يورط نفسه ولا يمشي خطوة إلا إذا كان واثقا أن خط الرجعة مأمون ستكون خطبة الجمعة أدق من إبرة الميزان وسيختار كل كلمة بحيث لا يوحي بأي انحياز تعبير ازدراء على وجهه لا كل هذه المسائل ثانوية ولا ينبغي أن نضيع وقتنا فيها، أمامنا فترة قصيرة من الهدوء لكننا في سباق مع الوقت، لو نجحوا في اتصالاتهم قبلنا فلن تكون السيوف رحيمة، سيقطعون رؤوسنا واحدا بعد الآخر وسيعلقونها في ساحات بغداد كمشاعل النصر، أتسمع؟ رأسي ورأسك ورؤوس الآخرين ستعلق في الساحات والدم يقطر منها على وجوه الراقصين حولها، إننا في سباق مع الوقت والمبادرة في أيديهم. هذا هو وضعنا عبد اللطيف وضع دقيق تحفه المخاطر كل شيء مرهون بالرسالة الوزير مقاطعا بحدة دعنا من هذه لكن إذا لم تخرج الرسالة من بغداد فقل علينا جميعا السلامة قضية حياة أو موت ينبغي أن تنفذ الخطة مهما كان الثمن لم يعد مهما سنقبل المخاطر أو كل المخاطر كي تخرج الرسالة من بغداد هذا أبناءنا التلاميذ نصنا الأول وننتقل الآن إلى قراءة نصنا الثاني والذي أو المعنون بالمناورة المناورة أساس الحكم المناورة أساس الحكم إذا الشخصية الحكوات والزبائن الخليفة وعبد الله الاطار المكاني المقهى وديوان الخليفه اذا تراوح بين ركحي الحاضر والماضي الاطار الزمني ليل ونهار بعد الاستراحه وكانها فتره قسمت المسرحيه الى جزئين يظهر على الركح الاول الحكوات وقد عاد الى كتابه كتابه وزبائن يترجونه ان يروي لهم غدا سيره الظاهر وعلى الركح الاخر يظهر الخليفه واخوه عبد الله في نفس ديكور ديوان الوزيري يجب الانتباه الى هذه الملاحظه يخططان لكسب المعركه ضد الوزير وبغداد ضد الوزير وبغداد وعامتها بين الخصمين كرقعه شطرنج اثناء كلام الحكوات يدخل الممثلان الذين اللذان قاما بدوري الوزير والامير عبد اللطيف يحصل الانتباه الى هذه الملاحظه ايضا هما الآن يمثلان دوري الخليفة المنتصر بالله وأخيه عبد الله يضعان ما يحملان من قطع ديكور بسيطة تمثل ديوان الخليفة وهو شبيه جدا بديوان الوزير يتخذان مكانيهم وينتظران سكوت الحكوات بعد لحظات عبد الله أصبحت اللحظة مناسبة للخطوة الحاسمة الخليفة أواثق من النتائج عبد الله لو لم أكن واثقا من النتائج ما كنت لأقول أصبحت اللحظة مناسبة الخليفة لا تنسى أن له أعوانا مخلصين داخل قيادات الحرس عبد الله يلوح برسائل في يده وهل أجهل ذلك ما قيمة هؤلاء الأعوان بعد أن أثمرت مراسلاتنا الخليفة لا يخفي ذيقه مراسلاتنا بل قل تنازلاتنا التي ستجر ستجردنا تقريبا من معظم ولاياتنا عبد الله باحتداد لن نعود لنناقش هذه النقطة أحيانا من الضروري أن نتنازل عن شيء كي تكسب كي تكسب شيئا أهم دون تنازلات ما كان ممكنا أن نقنع بعض الولاة بإرسال إمداداتهم وبلا إمدادات لن يكون سهلا أن ننتصر عليه قل لي أتريد أن ننفض أيدينا ونترك الوزير يسرح ويمرح في بغداد يدعم قواه ويعزز مراكزه وحين تواتيه الفرصة ينقض علينا ويصفينا الخليفة يختبط وجهه لا تستفزني انت تعرف اني مصر هذه المره على الا اتراجع ما عدت احتمل ان يكون في بغداد خليفتان وقيادتان سيصيبني الشللي. الشلل لو اضطررت بعد كل هذا الى استقباله في ديواني ورؤيه وجهه المريبي عبد الله اذن لماذا نتردد المناوره اساس الحكم نوقف بعض العداوات لنتفرغ لعداوة اهم، وبعدها سيكون لكل حادث حديث، اننا نمسك بالخيط قطعنا عليه كل فرصة للاتصال بالخارجي واقنعنا ولاة اقوياء بالانضمام الينا. الان لدينا قوات تنتظر اشارة واعتقد انها اللحظة المناسبة كي تصدر لها الاوامر بالتحرك الى بغداد. الخليفة ومع هذا اريد ان تكون حساباتنا دقيقة، وضعنا لا يحتمل خطا او هفوة. عبد الله تعرفني بارعا في الحساب، اني اؤكد لك ان الفرصة حانت كي نتخلص منهم ونعيد للسلطة حزمها ومركزها. الخليفة، أتعلم مجيء هؤلاء الولاة الطامعين على رأس قوات كبيرة يقلقني رغم ضرورته؟ أخشى أن نخلص من شر لنقع في شر آخر. لو أيقظ النصر شراهتهم فسنواجه مساومة غالية الثمن. عبد الله، اترك لي هذا الامر بعد ان ننتهي من الوزير ونعيد لقوات بغداد وحدتها سيكون سهلا ان نواجه احتمالات طارئه كهذه ولا تنسى اني اعرف التناقضات القائمه بين الولاة انفسهم من اليسير دائما ان نشعل بينهم معارك تستنزفهم وتضعفهم حتى التنازلات يمكن ان تكون مؤقته. الخليفه انها مواثيق يا عبد الله. عبد الله القوه هي ميثاق كل, كل المواثيق يا خليفه المسلمين وعلى كل وعلى كل الوقت مبكر للخوض في هذا الحديث ما تزال امامنا المهمه الاساسيه ان نخلص من الوزير واعوانه وهذه هي اللحظه فاصدر الامر لولاتك بالتحرك نحو بغداد أما نحن فعلينا أن نهيئ ما يحتاجه قدومها أمامنا ترتيبات كثيرة لا بد من اتخاذها والوقت لا يرحم الخليفة مفكرا وساهما بعد فترة هل تتخيل ما تحتاجه قوات كهذه تأتي لتحل في بغداد أنت تعرف أن بطون العساكر كالبراميل لا تشبع ولا ترتوي عبد الله هو ذا واحد من الترتيبات التي تنتظرنا الخليفة الخزينة لا تشكو التخمة يا عبد الله وحتى ثرواتنا الخاصة لا تكفي فمن أين سنسدد نفقات إقامتهم ومكافآتهم؟ عبد الله لن نعدم وسيلة لتدبير المال وتسديد كل النفقات الخليفة أتعتقد أن التجار لن يبخلوا التجار الخليفة ولما لا؟ يعنيهم الأمر مثلنا أننا نحمي مصالحهم أيضا عبد الله الحقيقة ينبغي أن نقتصد في استنزاف التجار لم يبخلوا أبدا وخزائننا شاهدة الخليفة إذا من أين سنجد ويسدد نفقات هذه العساكر؟ عبد الله مساله بسيطه للغايه، لماذا تاتي هذه القوات؟ انها تاتي لتتنزه وتتفرج على عاصمه المسلمين بغداد وانما لتؤدي واجبا مقدسا، انها تاتي لتحمي المسلمين خليفتهم وتحفظ لهم وحدتهم، حمايه الخليفه واجب على كل مسلم فمن قوته يستمدون القوه ومن ضعفه تدب اليهم الفرقه والشقاق، ولهذا فعلى الجميع ان يسهموا بنصيبهم في حمايه الخليفه وصون خلافته. ذلك أول واجباتهم كمسلمين الخليفة مبهورا أوضح لي ماذا تعني عبد الله ألم تفهم ما أعنيه سنفرض ضريبة مقدسة على الناس في بغداد وبذلك نوفر كل النفقات اللازمة الخليفة باسما ضريبة مقدسة حمان الله من دهائك هي فكرة معقولة لكنها لا تخلو من مزالق أخشى أن أخشى أن تثير الضريبة تضمر الناس وفي مثل هذا الظرف من السهل أن يتحول التضمر إلى فتنة حينئذ قد تنقلب الأمور رأسا على عقب عبد الله فتنة عامة بغداد تحدث فتنة تلوح على وجه أبشع علامات الازدراء ينقصك يا خليفة المسلمين أن تعرف رعيتك أما أنا فأنا أعرفهم جيدا قد يتذمرون ولكن ما أن يروا حارس حتى يمضغ تذمرهم ويبلعوه مع ريقهم وفي النهاية يهرولون لينبشوا الأرض من أجل تسديد الضريبة الخليفة كم تبدو واثقا من خططك وتقديراتك عبد الله تعرفني بارعا في الحساب والبارع في الحساب لا يذيع اللحظة الملائمة للتحرك كل شيء محسوب وهذه هي اللحظه فاصدر يا خليفه المسلمين اوامرك ولنتهيا للضريبه الفاصله، الخليفه ما دمت واثقا الى هذا الحد فلتكن مشيئه المولى زبون مشيئه المولى ام مشيئه هذا الداهيه. اذا وقد انهينا قراءه النصين ننتقل الان ابناءنا التلاميذ الى الشرح المفصل لهما. اذا بدءا بتأطير النصين فقد ورد النصان تباعا ضمن لوحتين متتاليتين هما اللوحه الخامسه واللوحه السادسه وسبقتا بلوحه اخرى اذا هي اللوحه التي جمعت المماليك ياسر ومنصور وجابر اذا وكانت تطرق فيها الى الصراع الدائري بين الخليفه والوزير وسنقاربه كما قلت في هذين او من خلال هذين النصين إذا باعتبار أنهما يتنزلان ضمن مرحلة متقدمة من مراحل إذا الفعل الدرامي للمسرحية هو مرحلة العقدة إذا تعقد الأحداث وعقد المسرحية كثيرة ومرد ذلك أن سعد الله والنوس كما قلنا يتجاوز طقوس المسرح التقليدي إذا ثم موضوع لهذا النص اذا او نحدد موضوعا لهذين النصين لهذين النصين سويه يرصد سعد الله والنوس إذا مظاهر عمالة المعارضة ومظاهر استبداد السلطة سببين من أسباب هزيمة الخامس من حزيران لسنة 67 و 900 و يمكن للتلميذ أن ينتقي مواضيع أخرى شرط أن تكون مناسبة للنصين ننتقل الآن إلى تفكيك هذه أو هذين النصين إذا بدءا بالنص الأول المعنون بقضية حياة أو موت ويمكن تفكيك النص إلى ثلاثة مقاطع وفق معيار التحول في أنماط الخطاب إذا يمتد المقطع الأول إذا من السطر الأول حتى السطر السابع وهو سرد إذا يؤثثه الحكواتي إذا ويضمه روح الحاضر أما المقطع الثاني فيمتد من السطر الثامن حتى السطر الثامن عشر وهو وصف إذا تؤثثه إشارة روحية فاتحة للوحة التي تعد للوحة المعارضة ثم المقطع الثالث والاخير من هذا النص اذا بقيه النص الاشارات الركحيه والحوار اذا وتؤثث ركح الماضي ويمكن تفريع هذا المقطع الى وحدتين وفق التحول في مواضيع الحوار اذا فمواضيع الحوار في هذا النص نص قضيه حياه او موت اذا استقواء بالاجنبي لحسم الصراع ثم بعد ذلك موقف المعارضه الوزير وعبد الله من العامه اما النص الثاني والمعنون ب المناورة أساس الحكم فيمكن تفكيكه إلى ثلاثة مقاطع أيضا وفق معيار التحول في لعبة الأركاح إذا يستمر سعد الله والنوس في لعبة التداول بين الركحين ركح الحاضر وركح الماضي إذا من خلال تقنية التضمين إذا المقطع الأول في هذا النص يمتد من السطر الأول حتى السطر الرابع إذا وهو انتقال من ركح الحاضر إلى ركح الماضي أو تداول بين المحكي والمرئي ولنا حديث في ذلك بعد قليل ثم المقطع الثاني يمتد من السطر الخامس حتى السطر الحادي والسبعين إذا رقح الماضي إذا ويؤثثه الخليفة عبد الله ويمكن تفريع هذا المقطع الممتد والكبير إلى وحدات فرعية ثلاث إذا يقيمها التحول في موضوع الحوار الوحدة الفرعية الأولى من السطر الخامس حتى السطر الثامن والعشرين إذا كيفية التخلص من الوزير ثم الوحدة الفرعية الثانية من السطر التاسع والعشرين إلى السطر الحادي والأربعين ضرورة الاستعانة بالولاة وثالث الوحدات الثلاثة إذا أو الثلاثي عفوا من السطر الثاني والأربعين حتى السطر الحادي والسبعين موقف السلطة الحاكمة من العامة في حين يمثل السطر الأخير من النص ركح الحاضر إذا تعليقات الزبائن تؤسس مقطعا برمته يمكن ان نطلق عليه عنوانا هو هدم الجدار الرابع. ننتقل الان ابناءنا التلاميذ الى شرح المقطع الاولي في نص قضيه حياه او موت اذا والمعنون بالسرد اذا هو ويؤثثه ويؤثث ركح الحاضر فيستهل هذا المقطع الاول باعلان الحكوات الانتقال من لوحه الى اخرى. الانتقال من لوحة المماليك إلى لوحة تمثل المعارضة المستقوية بالأجنبي وهذه التقنية واعتماد الحكوات إذا خيطا ناظما بين هذه اللوحات المستقلة يعتمدها سعد الله والنوس عوضا عن نظام الفصول أو عن نظام الفصول والمناظر الذي كان معتمدا سابقا في المسرح التقليدي وغايته من ذلك هي قطع استرسال حكاية ومنع المتفرج من الاندماج مقتضى منه اذا استدعاء الحكوات اذا ليحقق المزاوجة او التداول بين المحكي والمرئي والتناوب بين السرد والحوار وغايه سعد الله والنوس من ذلك هي ضمان يقظه العقل لدى المتفرج كما قلت حتى يترك مسافه بين المتفرج والعرض المسرحي ويتيح له فرصه تامل ما يعرض عليه أو ما يسمعه بداية من الحكوات ثم ما يقع تجسيده على الركح إذا الغاية من ذلك هي أن يدفع المتفرج المتفرجة إلى إعادة النظر فيما يسمع وما يرى وقد تعلق خطاب الحكوات إذا هذا الخطاب السردي بشخصية المملوك جابر هذه الشخصية التي رأيناها في الحصة الفارطة ضمن نص لكل عملة وجهان وقد فصلنا القول فيها كثيراً إذا غاية إذا تعلق الخطاب بشخصية المملوك جابر وهي الشخصية النامية والجامعة المتناقضات وكل السلبيات إذا البطل بطل الخطأ المقصود كما سماه الناقد المسرحي نيكول أو البطل الملحمي إذا هذه الشخصية محور البناء الدرامي يمكن أن نرصد صفاتها من خلال أفعالها وأقوالها وأحوالها وقد قدمها الحكوات بطريقة حيادية وكانه يعدد زوايا النظر اليها حتى يتيح للمتفرج فرصه اكتشاف حقيقه هذه الشخصيه الناميه فقد بدت هذه الشخصيه بدايه متسمه بالحياد والعبث واللامبالاه ثم تدرجت الى خطاب شهواني غرائزي ماجن ثم تدرج الى استفراس الصراع الدائري بين راسي السلطه الخليفه والوزير واستفرس ذلك ليبتكر خطة تتيح له الارتقاء من مرتبته او من مرتبه العبوديه الدونيه التي يعيشها ليحصل على مكانه ومال وشهره وامراه فتذلل وساوم وقامر بمصير الامه والوطن ليبني مجدا ذاتيا اذا هذا المجد الذاتي هو الثروه والمكانه والمال وبذلك تكون هذه الشخصية شخصية نامية كثيرة الحضور في المحكي والمرئي ولكنها في حقيقة الأمر مقياس فني يختبر من خلاله سعد الله والنوس درجة وعي المتفرج من خلال رصد ردود أفعال الزبائن وهم المتفرجون الممثلون الذين يضعهم سعد الله ونوس إذا حتى يحقق ذلك الحوار الحار والحقيقي الذي يهفو إليه بين الخشبة والصالة. إذا فهذه الشخصية كما قلنا في النص السابق شخصية جامعة المتناقضات وجب أن تدان وأن تزدر وأن تحتقر لا أن يعجب بها و يعني ردة فعل هذه أو ردة الفعل المرجوة ردة الفعل المرجوة ستكون من خلال تعليقات الزبائن. وهذه الشخصية بطموحها المندفع واستغلالها لهذا الصراع الدائري بين الخليفه والوزير هو الذي سيقودنا في حقيقه الامر الى عقده من عقد المسرحيه هي عقده الاندفاع الاعمى لجابر ثم تتلوها عقده اخرى سنتحدث عنها بعد قليل هي عقده اخراج الرساله التي يشكوها او التي يسعى الوزير الى اخراجها من اسوار بغداد حتى يتحقق له الاتصال بالعدو اذا لينتصر لي على الخليفه اذا فعقد المسرحيه كثير و الشخصيه الاساسيه التي ساهمت في نمو الفعل المسرحي وتطوره وتعقد الاحداث فيه حتى تبلغ الذروه او العقده هي شخصيه المملوك جابر. اذا هذا المقطع الاول في نص قضيه حياه او موت. ننتقل الان الى المقطع الثاني ومقطع وصفي تؤثثه اشاره ركحيه تعد للوحه المعارضه اذا هي اشاره ركحيه وصفيه مطوله تسبق الحوار وظيفتها دراميه فقد سعى من خلالها سعد الله ونوس الى توجيه المخرج الى نوعيه المسرح الذي يريده ولفت ولفت نظره الى جمله من التقنيات التي وجب ان يتمثلها حتى يتحقق او حتى تنتهي سلبيه المتفرج ومن هذه التقنيات ما يسمى بكسر الايهام المسرحي فسعد الله ونوس يسعى الى ان يخبر المتفرج بان ما يعرض عليه انما هو محض تمثيل وليس هو الواقع الذي يحياه ويعيشه لأن ذلك قد يعوقه على التدبر والتأمل ويؤدي إلى تبلد الفكر والذهن فيه فلا يتفطن إلى الرسائل التي يبثها الكاتب من خلال هذا العرض المسرحي ومن وسائل الإهام كسر الإهام المسرحي نظام اللوحات المنفصلة القائمة على التداول بين المحكي والمرئي وحمل الممثلين لقطع الديكور وتركيبها أمام المتفرجين، إذاً ليتبين المتفرج بأن ما يعرض عليه إنما هو من قبيل التمثيل والعرض المسرحي ليس إلا، وعليه أن يتأمله ويتدبره من الخارج، عليه أن يتأمل ولا يندمج ضمن هذا العرض المسرحي حتى يتفطن إلى الغايات والمقاصد المرجوة من هذا العرض. شاهد خلال كلام الحكواتي توضع قطع ديكور اذا على ان بساطه الديكور ايضا اذا تنضوي ضمن ما يعرف بكسر الايهام المسرحي توضع قطع ديكور بسيطه تمثل ديوان الوزير كما قلنا فالغايه هي ان يدرك المتفرج جيدا ان ما يشاهده انما هو من قبيل التمثيل لا من قبيل الواقع الذي يحياه ويعيشه لان ذلك من ش... لان الانسان حينما يعرض عليه ما يعيش وما يحياه فانه لا يفكر فيه ولا يتأمله ولا يتدبره في حين أن غاية سعد الله والنوس هي أن يدرك المتفرج الغاية من هذا العرض المسرحي من الوظائف الأخرى التي أنيطت بهذه الإشارة الركحية تحديد فضاء الأحداث وهو ديوان الوزيري ثم الإشارة إلى الديكور قاعة فاخرة الأثاث والرياش ومن الوظائف الدرامية أيضا تقديم الشخصيات والشخصيات في هذا النص هما الوزير عبد اللطيف وقد قدمت هذه الشخصيات بالإشارة إلى بنائها المادي الفيزيولوجي فيما يتعلق بالوزير فقد تجاوز الأربعين بدين في تقاطيع وجه لؤم قديم إذا أما عبد اللطيف فقد غاب البناء المادي والفيزيولوجي, والفيزيولوجي لهذه الشخصية بناء اجتماعي الوزير له حراس وقواته وعبد اللطيف أمير ذو غنى ونفوذ إذا بناء نفسي الوزير كان منقبض الأسارير شديد القلق والانفعال إذا في حين عبد اللطيف لا يقل عصبية عن الوزير بناء ذهني للوزير يمر في عينيه حقد كظيم في حين غاب البناء الذهني لشخصية عبد اللطيف إذا وإخراج الشخصيات على هذه الصورة يؤهلها أن تكون أطرافا في الصراع وتساهم في تطوير الفعل الدرامي كان هذا تفصيل القولي في المقطع الثاني من النص الان ننتقل الى المقطع الثالث منه وهو مقطع يجسد ركح الماضي ويؤثثه او ينظمه او ينتظمه خطابان خطاب ناقل وخطاب منقول الخطاب الناقل هو الاشارات الركحية والخطاب المنقول هو الحوار اذا إذا هنا الحوار الركح الماضي الـ الـ وكنا قد فرعنا هذا المقطع إلى وحدتين فرعيتين الوحدة الفرعية الأولى هي الاستقواء بالأجنب لحسم الصراع إذا أثف هذه الوحدة الفرعية إشارات ركحية وهي ست إشارات ركحية ست إشارات ركحية وصفية قصيرة تعلقت كلها بشخصية الوزير أحد رأسي الصراع موقعها تخللت كلها الحوار وظيفتها استبطال الشخصية من خلال رصد حالة التوتر في نبرة الخطاب والتوتر في الحركة يقول شاهد من النص وهو يدور قادما شاربه وأسنانه يتحول صوته صياحا يجب أن ينتبه التلميذ في هذه المرحلة من البناء الدرامي إلى أن تراجع الإشارات الروحية عددا وحجما لفائدة الحوار مرده بلوغ الفعل الدرامي مرحلة الصراع لذلك تتراجع الفرجة لصالح الفكرة فنحن في مرحلة الصراع إذا وهو جوهر أو وهو يعني المرحلة التي تبلغ فيها الأحداث في مستوى الفعل المسرحي مرحلة الذروة إذا الحوار نوعه ثنائي أطرافه الوزير أحد رأسي السلطة مع عبد اللطيف رمز رجال المال والأعمال المتنفذين يدعمون المعارضة لتتيح بالسلطة حفاظا على مصالحهم الذاتية أما موضوع الحوار فحسب الصراع السياسي من خلال الاستقواء بالأجنبي وقد كانت لهذا الحوار موجهات أساسها مواجهات نفسية الرغبة في الاستئثار بالسلطة إذا ونسقه تصاعدي تكشف ذلك حجم يكشف ذلك حجم المخاطبات ونبرة الخطاب الدرامي أما معجمه فنفسي يعلن عن غضب الوزير لعدم التحرك في الوقت المناسب ردا على تحركات الخليفة وأخيه عبد الله مع معجم سياسي غلبت عليه مفردات يجب أن ينتبه التلميذ إلى ذلك لا تتناسب الفترة التاريخية المقصودة إذا المبادرة من قبيل المبادرة العملاء المخبرين غزو اجنبي اذا نلحظ ان هذه المفردات مفردات حديثه تنتسب الى الحداثه في حين ان الشخصيات شخصيات تنتسب الى زمن قديم زمن تراثي وبالتالي فسعد الله ونوس اذا يسقط من خلال ذلك الماضي على الحاضر او هو يركب الحاضر في الماضي ليثبت إذا أن تفسير حركة التاريخ تكون بالوقوف على الأسباب الظاهرة على أسباب الظاهرة التاريخية التي لا تخضع لمنطق الاعتباطية أو القضاء والقدر بل تحكمها حتمية فكلما تكررت مجموعة من الأسباب إلا ووصلنا إلى نفس النتائج إذا سبب من الأسباب التي أدت إلى هزيمتنا أو التي تؤدي, التي تؤدي إلى الهزائم المتكررة للعربي إذا أدت إلى الهزيمة في الماضي وتؤدي إلى الهزائم في الحاضر هي المعارضة العميلة وزير هو صدى للماضي ينطق لسانه بلغة الحاضر وقد كان أسلوب الحوار حجاجي فحوار حجاجي جدلي يدور بين الوزير وعبد اللطيف أما الوحدة الفرعية الثانية لهذا المقطع الثالث والأخير في هذا النص ف تمحور حول موقف المعارضه العامله من التدخل او الموقف الاول او الموضوع الاول لهذا لهذا الحوار في الوحده الفرعيه الاولى هو موقف المعارضه من التدخل الاجنبي. وقد افصح عنه الحوار كما قلنا لان الحوار هو الاقدر على نقل صراع الافكار. اذا افصح الحوار الدائر بين الوزير وعبد اللطيف عن سبب ثالث من اسباب من اسباب هزيمه حزيران لعام سبعة وستين أو وألف وهو معارضة عميلة مستقوية بالأجنبي لا تتورع في سبيل بلوغ سدة الحكم أن تعرض الوطن للخراب والشعب للقتل وهتك الأعراض وفي خطاب الوزير ما يعلن ذلك دون مواربة يقول ولكن الجيش الغازي يأتي ليحمي مصالحنا ويجهز لنا كرسي السلطة بالتأكيد سيكون هناك خراب لن يدخل الجيش بالدفوف لن يدخل الجيش بالدفوف والغناء ولن يوزع الورود والعطور هذه حرب سيقتلون ويخربون كما لن يوفر المدينه هي الاخرى سينهبونها على اي حال هذه ضريبه الانتصار ثم يقول في شاهد اخر ماذا يهمنا بعد ذلك اما نحن فماذا يخيفنا ياتون ليدعموا لنا السلطه فهل نطلب افضل من ذلك وهل توجد شواهد اكثر دلاله على عماله هذه المعارضه اما الموضوع الثاني الذي تمحور حوله الحوار في هذه الوحده الفرعيه فهو او في هذا المقطع الثالث هو موقف المعارضه من العامه اذا وفي موقف المعارضه من العامه اذا تتضافر الاشارات الركحيه والحوار لتكشف طبيعه العلاقه الناظمه بين المعارضه العميله وعامه بغداد. الاشارات الركحيه هي اشارات روحية ثلاث وصفية قصيرة تعلقت بشخصية الوزير موقعها تخللت الحوار وظيفتها حددت الاشارات الركحية العلاقة بين الراعي والرعية كما قلت ذلك علاقة احتقار وازدراء باحتقار تعبير ازدراء على وجهه اما الحوار فنوعه ثنائي وموضوعه موقف المعارضة من العامة والبحث عن كيفية لاخراج الرسالة طلبا لمساعدة العدو او طلبا لمساعدة العدو الاجنبي اطرافه الوزير وعبد اللطيف موجهاته اجتماعيه موقف العامه من الصراع ونفسيه الرغبه في استعاده السيطره وكسب السلطه والنفوذ اما معجمه فنفسي الخوف او خوف العامه من رموز السلطه مع خوف الوزير من بطش الخليفه اذا ما تفطن الى خطته الهادفه الى اخراج الرساله طغى على الحوار اسلوب الحجاجي وهيمنت الفصحى على سجلاته ومن وظائف هذا الحوار أنه كشف علاقة الراعي بالراعية يعني له وظيفة مضمونية إذا علاقة تقوم على الإزدراء والاحتقار وعدم المبالاة فالسلطة لا تقيم وزنا للعامة يقول الوزير باحتقار العامة ومن يبالي بالعامة لا هؤلاء لا يثيرون أي مخاوف يكفي أن تلوح لهم بالعصا حتى يمحوا وتبتلعهم ظلمات بيوتهم إذا ثم في نفس التوجه يقول خضوع المؤسسة الدينية مجسدة في خطيب الجامع لتوجهات السلطة الحاكمة يقول الوزير في هذا ستكون خطبة الجمعة أدق من إبرة الميزاني وسيختار كل كلمة بحيث لا يوحي بأي انحياز تعبير ازدراء على وجهه إذا المعارضة لا تقيم وزنا للعامة ولا تحفل بها إذا جلي ايضا ان من وظائف الحوار الوظيفه الفنيه فقد جل الحوار عقده اخرى من عقد المسرحيه عقده اخراج الرساله من اسوار المدينه التي يحاصرها حراس الخليفه بتدبير من اخيه عبد الله مما اسهم في تطوير الحبكه المسرحيه ننتقل الآن وقد استوفينا القول في النص الأول إلى النص الثاني المعنون ب المناورة أساس الحكم ويشير أو يؤشر على سبب ثانٍ من أسباب هزيمة حزيران إذا وهو السلطة الحاكمة المستبدة رمز إليها في النص أو جسدها في هذا النص الخليفة مع أخيه عبد الله إذا والمقطع الأول في هذا النص هو انتقال من ركح الحاضر إلى ركح الماضي لعبة الأركاح هذه تتواصل إذا الغاية من ذلك كما قلنا هي تحقيق المباعدة بين المتفرجي والعرض المسرحي حتى يضمن سعد الله ونوس استمرار اليقظة العقلية منه ليتدبر وليتفكر وليفكر في كل ما يعرض عليه ويشاهده إذا الانتقال حققته إشارة روحية وصفية أعدت للوحة السلطة الحاكمة المستبدة فسبقت الحوار وطلعت بوظيفة درامية كما قلنا سعد الله يضع جملة من المؤشرات من الإشارات الربحية إذا الإخراجية التي تساعد المخرج على تمثل نوعية مسرح التسيسي الذي يهفو إليه سعد الله ونوس هذا المسرح الذي يسعى إلى إنهاء سلبية المتفرج ومن ضمن هذه التوجيهات هي ما يتعلق بتقنية من التقنيات التي استلهمها سعد الله ونوس من المسرح الملحمي التعليمي لبرتولد بريخت، إذا وتسمى بكسر الإهام المسرحي، وتحقق بكيفيات كثيرة منها الانتقال إلى لوحة مسرحية جديدة بعد أن قلنا في لوحة المعارضة، ننتقل الآن إلى لوحة السلطة، إذا فأي علاقة تنشأ بين اللوحتين، سعد الله والنوس يدعو المتفرج إلى أن يتبين اذا العلاقه الناظمه بين اللوحتين ليكتشف ان اللوحة الخامسة واللوحة السادسة لوحة المعارضة ولوحة السلطة الحاكمة المستبدة إذا إنما هما من أسباب هزيمة حزيران تنضاف إلى أسباب أخرى كما قلنا عامة مستسلمة خاضعة خانعة وفئة انتهازية وصولية جسدها المملوك جابر إذا من أيضا تقنيات كسر الإهام المسرحي التداول بين المحكي والمرئي فما يحكيه الحكواتي يجسد على الركح حتى يتمثله المتفرج ذهنيا وفكريا شاهد اثناء كلام الحكواتي يدخل ممثلان إذا ثم يجب أن وقد أشرت على ذلك في قراءة النص أن ينتبه التلميذ إلى أن الممثلان اللذان قام بدوري الوزير وعبد اللطيف هما الآن يمثلان دوري الخليفة المنتصر بالله وأخيه عبد الله إذا فسعد الله والنوس يعتمد تقنية ضمن كسر الأيام المسرحي تسمى إذا منع الاندماج والتقمص إذا ما نشاهده أو ما يشاهده المتفرج هو ممثل فهو شخصية وليس شخص من الواقع إذا فهو يسعى إلى كسر الإيهام إذا حتى يدفع المتفرج إلى أن يطرح أسئلة تتعلق بتلك الشخصية من هذه الشخصية؟ ما الذي ترمي إليه هذه الشخصية؟ ما هي الغاية من إنشائها بهذه الكيفية أو بنائها بناء بهذه الكيفية؟ إذا الممثلان يحملان قطع الديكور ويركبانها أمام المتفرجين دائما سعد الله والنوس اذا يقول المتفرج انتبه ايها المتفرج ان ما تشاهده انما هو من قبيل العرض المسرحي ليس هو الواقع لان اندماج المتفرج في هذا العرض المسرحي واعتباره له من الواقع يحول بينه وبين اذا اكتشاف الرسائل التي يبثها العرض ويريد من المتفرج ان يتمثلها تلقائيا بنفسه اذا من وظائف هذه الاشاره الركحيه كما قلنا هي الوظيفه الدراميه اذا اشرنا الى ذلك بكسر الايهام المسرحي ثم تحديد فضاء الاحداث وهو ديوان الخليفه وتقديم الشخصيات وقد قدمت هذه الشخصيات بالاشاره الى بنائها الاجتماعي بالنسبه الى الخليفه وعبد الله اذا بذكر الاسماء والمكانه الاجتماعيه. اذا وهذه الشخصيات شخصيات تراثيه تحيل على سياق تاريخي هو اواخر الخلافه العباسيه في اشاره الى اخر الخلفاء العباسيين المستعصم بالله. الذي كان مجرد خليفة صوري. إذن على أن سعد الله والنوس قد تصرف في وفي الحدوثة في الحدوثة شكلا بإضافة شخصيات لم تكن موجودة كزمرد وكبعض المماليك وغيرهم. ثم تصرف فيها مضمونا بجعل الصراع قائما بين خليفة بغداد ووزيره من أجل السلطة في حين في الأحدوثة الشعبية كان الصراع بين ابن الخليفة وابن الوزير لأن كل واحد منهما كان ممن شغف بتربية الحمام فنشأ صراع بين الصبيين تدرج هذا الصراع إلى الخليفة والوزير ولكن في المسرحية يحور سعد الله والنوس إذا مضمون المسرحية أو الحدوثة الشعبية عفوا فيتحول الصراع إلى صراع بين طرفي سلطة معارضة وسلطة حاكمة مستبدة أشارت الإشارة الركحية أو أشارت الإشارة الركحية إلى الديكور إذا ويجب الانتباه إلى التشابه القائم بين ديوان الخليفة والوزير وهذا يحيل على أنهما وجهان لعملة واحدة كل واحد منهما يرغب في التفرد بالسلطة إذا ويقدم مصلحته الذاتية على المصلحة الوطنية إذا وكذلك سنستجلي إذا أنهما وجهان لعملة واحدة من خلال اتفاقهما في الموقف من العامة. آه الركح الماضي الآن إذا وهذا الركح تؤثثه إشارات ركحية وحوار الإشارات الركحية نوعها ثماني إشارات ركحية قصيرة وصفية توزعت بين شخصيتين عبد الله تعلقت به ثلاث اشارات روحيه في حين تعلقت خمس اشارات روحيه بالوزير او بالخليفه عفوا موقعها تخللت الحوار وظيفتها استبطان الشخصيتين ورصد العلاقه القائمه بينهما على اننا نسوق ملاحظه كنا قد سقناها في النص السابق ايضا ان تقلص الاشارات الروحيه كما ونوعا سببه بلوغ الفعل الدرامي لان مرحله الصراع قد بلغت ذروتها ما يجعل الفرشه تتراجع لصالح الفكره فصراع الافكار يجليه الخطاب المنقول لا الخطاب الناقل اي الاشارات الروحيه. اما الحوار فثنائي اطرافه الخليفه عبد الله وجهاته نفسيه الرغبه في الاطاحه بالوزير للتفرد بالسلطه مع الحذر والتردد مواضيعه كيفيه التخلص من الوزير مع الاستعانه بالولاه وكبح جماح ججاهم بعد تحقيق النصر وموقف السلطة الحاكمة من العامة هذه مواضيع الحوار عامة في هذا النص أما معجمه فسياسي تؤشر عليه جملة من المفردات الحكم المناورة القوة المواثيق ومعجم ديني تأمه إذا بعض المفردات الخلافة والمسلمين ضريبة مقدسة طغى الأسلوب الحجاج الجدلي على هذا الحوار الدائر بين الخليفة وأخيه عبد الله وقد قامت خطة عبد الله في هذا الخطاب الحجاجي على أسلوب المحاصرة وسد الذرائع لإقناع الخليفة ببدء السيطرة على بغداد إذا فأقنعه بضرورة التنازل عن بعض السلطة للولايات للحصول على مساعدات في السيطرة على بغداد الحكم لا يحتمل خليفتين تنازلات مؤقتة إيقاف بعض العداوات للتفرغ لعداوة أهم إسكات شراهة الولاة ومساومتهم وجشعهم بإشعال معارك بينهم ملء الخزينة لتمويل الحرب بفرض ضريبة مقدسة على العامة واستثناء التجاري وقمع العامه والجابها بالقوه لتفادي الفتن والثورات. اذا فقد نوى عبد الله اذا من طرائق الاقناع والتاثير والاستماله كي يحقق رهانه وهو اقناع الوزير بضروره احكام السيطره على بغداد او على اسوار بغداد ومنع الخليفه من الاستئثار بالحكم. اذا وقد اتسم خطاب عبد الله بالوثوقي من من الشواهد على ذلك يقول لو لم اكن واثقا من النتائج ما كنت لاقول المناوره اساس الحكم القوه هي ميثاق كل المواثيق يا خليفه المسلمين في حين اتسم خطاب الخليفه بالحذر والتردد يقول اواثق من النتائج ومع هذا اريد ان تكون حساباتنا دقيقه وضعنا لا يحتمل خطا او هل تتخيل ما تحتاجه قوات كهذه تاتي لتحل في بغداد اخشى ان تثير الضريبه تذمر الناس تاليف لهذا المقطع نقول فيه ان الاشارات الروحيه قد تضافرت والحوار لبناء شخصيتين متناقضتين اذ بدا عبد الله هو المدبر الفعلي لدواليب الحكم لما تحل به من قدرات ذهنيه تحيل على الذكاء والدهاء والفطنه في حين بدا الخليفه مترددا حذرا بل عاجزا مستطيعا بغيره لا بنفسه فاقدا الحكمه ورجاحه العقل اخبرت عن ذلك اساليب الانشاء تطغى على مخاطباته استفهاما وتعجبا وما يؤكد هذا التوجه هو استئثار عبد الله بالكم الاكبر من المخاطبات وغايه سعد الله والنوس من ذلك هي ان يسحب هاله الاجلال التي تحيط اصحاب السلطه والحكم فهم ليسوا سوى دمن لا حنكه لها ولا كفاءه سياسيه لاداره دواليب الدول وانما المحدد الفعلي لمصائر العامه هم الحاشيه او المستشارون بلغتنا الحديثه يسطرون السياسات فيعفون التجاره اي رجال الاعمال من الضرائب ليثقل بها كاهل العامه يسومونها القمع والاضطهاد فلا تفكر في الثوره شاهد يؤكد ذلك يقول حمايه الخليفه واجب على كل مسلم ألم تفهم ما أعنيه؟ سنفرض ضريبة مقدسة على الناس في بغداد وبذلك نوفر كل النفقات اللازمة. فتنة عامة بغداد تحدث فتنة ينقصك يا خليفة المسلم يا خليفة المسلمين أن تعرف رعيتك ولكن ما إن يروا وجه حارس حتى يمضوا تذمرهم ويبلعوه مع ريقهم وفي النهاية يهرولون لينبشوا الأرض من أجل تسديد الضريبة. إذا يحصل الانتباه هنا إلى أن الصراع الدامي والدائر بين رأسي السلطة الوزير والخليفة لا يحجب اتفاقهما حول مسألة العام فرغم اختلاف الخاصة فيما بينها فإن لها نفس الموقف من العام التهميش والإزدراء والإحتقار إذن يختلفان ويتنازعان حول السلطة ولكن إذا ما تعلق الأمر بالعامة فإن الموقف موقف صارم وحاد هو التوحد ضد العامة هذا مقطعنا الثاني في في ركح الماضي طبعا سعد الله ونوس يردنا دائما الى ركح الحاضر هذا الركح الذي تنعكس عليه كل قضايا الواقع فنرصد يعني ما يريده سعد الله ونوس او نوعيه المتفرج الذي يتوق اليه سعد الله ونوس دائما ما نلمسه من خلال الارتداد دائما الى ركح الحاضر هذا الركح الذي يؤثثه زبائن المقهى والحكواتي وزبائن المقهى كما سبق واشرنا هم ممثلون مصطنعون او متفرجون مصطنعون اذا يسعى من خلالهم سعد الله ونوس الى تعليم المتفرج الحقيقي نوعيه المسرح الذي يريده مسرح يهدم فيه الجدار الرابع فيتحقق التواصل والتفاعل الحميمي والحار والحقيقي بين المتفرج والممثل فلا يكون المتفرج مجرد مستهلك للعرض المسرحي يندمج فيه تتوقف لديه يقظه العقل والفكر فيكتفي بالتسليه دون الوعي الذاتي اذا ركح الحاضري يعمد والنو استباعا الى هدم الجدار الرابع من خلال لعبه التضمين مسرح المسرح السياسي للايطالي بيرانديلو من خلال لعبه التضمين او المسرح داخل المسرح فتعليقات الزبائن وهو المتفرجين الممثلين تحقق عمليه التفاعل المرجوه بين العرض والصاله لتكسر طوق الصمت الذي كرسه المسرح الكلاسيكي لعقود وحقب طويله سعد الله والنوس يريد مسرحا تمتلئ فيه المساحتان الخشبة والصالة بحوار حي حقيقي وحار إذا يعي فيه المتفرج إذا واقعه ويعي فيه المتفرج العربي خاصة أسباب هزائمه المتكررة كما قلنا معارضة عميلة تستقوي بالأجنبي وسلطة حاكمة مستبدة إذا لا يهمها لا تهمها العام ولا يهمها الوطن ولكن ما يهمها هو المحافظه على سده الحكم وكرسي العرش كان هذا كل ما يمكن ان نقوله في النصين ويقودنا ذلك الى في النهايه الى تقويم لهما اذا هذا التقويم سيتوزع بين الاشاره الى المكاسب الفنيه والمضمونيه في النصين والوقوف على الحدود الفنيه والمضمونيه فيهما. من المكاسب الفنيه التغريب وكسر الايهام المسرحي وهدم الجدار الرابع هي مجموعه من التقنيات تتواتر في المسرحيه برمتها لتنهي سلبيه المتفرج. من المكاسب الفنيه ايضا تظافر الاشارات الركحيه والتظافر الإشارات الروحية والحواري لبناء الشخصية المسرحية وتنمية الفعل الدرامي مكسب مضموني من أسباب الهزيمة معارضة عميلة تستقوي بالأجنبي وسلطة حاكمة مستبدة ثم من المكاسب الفنية أن الصراع بين المعارضة والسلطة لا يخفي ولا يحجب دائما توحدهما ضد العامة أما فيما يتعلق بأخذنا على سعد الله والنوس أو حدود هذين النصين فيمكن أن نشير إلى أن التكثيف من تقنيات التغريب قد يجعل الخطاب المسرحي عصيا فتحتجب مقاصد الكاتب وغاياته ويعصر إدراكها من قبل الفئات الشعبية المستهدفة بفعل التسييس لا يسعني أبناء التلاميذ في نهاية هذه الحصة إلا أن أكرر ما يقوله سعد الله والنوس ونحن في هذا الظرف إننا محكومون بالأمل وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ وأنا أقول أن أنه وإن كان لا يمكننا تغيير مجرى الرياح فإنه بإمكاننا أن نكيف أشرعتنا حتى نبلغ المقاصد والغايات إذا وفقكم الله جميعاً نلتقي على محبه ان شاء الله